سنذهب وإياكم إذن إلى ركلات الترجيح. تركيز، ثقة، حظ، أشياء كثيرة مهمة في الدقائق القليلة المتبقية من علامة الجزاء. تسديدة قوية وجميلة، الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر، يتقدم بثبات. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بدا لي أنه متوتر جدا قبل تنفيذ الركلة، لكنه تمكن من التسجيل. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى، يتقدم اللاعب الثاني في الترتيب، وكرة في القائم، كانت على بعد سنتيمترات بسيطة جدا من أن تكون في المرمى، لكنها اصطدمت في خشبات المرمى. الله على هذه اللقطة، على هذا التصدي المذهل من حارس المرمى. الدور الآن على ثالث اللاعبين. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. الآن الدور على اللاعب الرابع. يلعبها في الجانب الأيسر. بثقة كبيرة تفوق على حارس المرمى. يتقدم رابع لاعب في تنفيذ ركلات الترجيح. يا إلهي، الحارس بقي في مكانه بدون أن يتحرك. الركلة الخامسة دائما ما تكون مهمة. يتصدى لها الحارس. الله على هذا التألق، عندما نقول حارس كألف ينجح في صد الركلة. حارس المرمى بيده المباراة الآن. كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. الآن الدور على اللاعب السادس. يا سلام على براعة الحارس، تصدي غير عادي للمرة الثانية. الآمال معلقة على حارس المرمى الآن. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه، هذه كرة الاطمئنان. تصدي غير عادي من حارس المرمى، مباراة كبيرة لهذا الحارس. الآن حان الدور على المسدد السابع. ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. إنتر، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ إنتر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه، ولا أن تشتعل المباراة بهذا الهدف. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدأ لي أنه مستحيل التصدي لها. يأتي دور المسدد الثامن. يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. إنتر لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. هدف من أجل البقاء في المباراة. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. التاسع في الترتيب، يتقدم الآن. كرة ضائعة مرة أخرى. لقد حاول توجيه الكرة وسددها، لكن بقوة أكثر من اللازم. الكل ينظر إلى حارس المرمى. الكرة تصطدم في القائم. عشر المسددين على اللائحة. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. إنتر، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. نصل لآخر لاعب، المسدد 11.
باللعوبة وكانت قريبة جدا من الحارس. توتر أثر عليه وفي الأخير الكرة عند الحارس. إيدرسون هو الأمل الأخير لفريقه إذا صد هذه الركلة، وإلا انتهى كل. وكرة ضائعة. أوه، لقد أهدر الفرصة، ضيع الكرة. هالاند يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد ركلته. الله، كرة في منتهى الروعة، ضربة بارينكا بأجمل صورة أمامنا في هذا اللقاء. إنتر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. إنتر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. والآن الدور على دي بروين. الكرة ترفض الدخول على الرغم من خداع الحارس. إيدرسون عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك لكي يكون هو النجم. أوه، كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. برناردو سيلفا يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أن بثقة عالية. راحت سهلة إلى حارس المرمى، خبرة كبيرة، تفوق من حارس المرمى، تركيز غير عادي. إيدرسون إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه، طموح الفوز لا زال موجود. يلعبها لكن تعود من القائم. لعبة جميلة لكنه لم يكن محظوظ، ضربة ضائعة. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. إنتر لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق مع عدم توفر أي فرصة لتحقيق الفوز، ما عدا حل آخر.